لا مزيد من المتابعة حول ما يدور في مدينة شرم الشيخ. الآن معنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم أهلا بك مجددا، وطبعا يعني عد تنازلي، واليوم لا تزال المشاورات الأخيرة فيما يتعلق بمخرجات كوب 27. بالفعل بداية أرحب بك وأرحب بجميع السادة المشاهدين. يعني منذ أمس كان من المفترض أن ينتهي ويغلق أبوابه مؤتمر المناخ في نسخته 27 هنا في مدينة شرم الشيخ، ولكن المستجدات ما زالت تأتي ساعة بعد ساعة. مستمرة هذه المناقشات للوصول لتوصيات وحلول ليتم تنفيذها على أرض الواقع. منذ أمس تحدث منذ قليل الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر المناخ كوب 27، وتحدث عن أن الانشقاق الذي كان متواجد بين الدول وبين الأطراف المختلفة المشاركة في كوب 27 منذ بداية المؤتمر يبدو أن الأمر يعود في هذا الانشقاق إلى هذه الأطراف لتأخذ على عاتقها تحمل مسؤولية الوصول لحلول واقعية خصوصا في هذا الوقت الحرج. ربما تحدث السيد الوزير سامح شكري عن نقطة هامة، وهو ما أخذ على عاتقه مسؤولية وضع يعني تكست أو هذه التوصيات من وجهة نظره التي من الممكن أن تكون مرضية لجميع الأطراف فيما يتعلق بالوصول لحلول منطقية ترضي جميع الأطراف، سواء كانت الدول الصناعية أو حتى الدول النامية. يبدو أن الأمر الآن يتحمله كل من هو يخاف على مستقبل العالم، كل من هو يخاف على التغيرات المناخية مما يؤثر على البشر بشكل مباشر. تحدث الوزير سامح شكري عن أن هذه المناقشات مستمرة على مدار اليومين منذ أمس واليوم، متواصلة لا تتوقف، سواء كانت مشاورات ونقاشات ثنائية أو حتى جماعية. فأخذ على عاتقه ليضع هذه التوصيات ليتم عرضها على الأطراف المختلفة المشاركة في كوب 27، وأيضا ليتم عرضها على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يعني اللي في محاولة لتسهيل الأمور وتقريب المسافات وتقريب وجهات النظر والرؤى المختلفة بين الأطراف المشاركة. ربما الأزمة الأكبر حسبما تحدث الوزير سامح شكري حول آلية الوصول لتنفيذ الحصول على التعويضات والتمويلات اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية، فكرة محاولة الحصول على توافق واتحاد دولي لتنفيذ هذه الاتفاقيات الخاصة بالتمويل هي النقطة الرئيسية، هي التعويض عن الخسائر التي لحقت بالدول النامية والتي لحقت بالدول أيضا في القارة الأفريقية وغيرها من الدول التي تعيش وسط المحيطات وعلى السواحل في محاولة للتخفيف من آثار هذه التغيرات المناخية. أيضا تحدث سامح شكري أن اليوم هو جرس إنذار ورسالة أخيرة ومحاولة أخيرة ليحث هؤلاء الأطراف على محاولة الوصول لحلول سريعة، من الواجب أن يتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. التعهدات السابقة لم تنفذ من قبل حسبما ذكر، التعهدات السابقة هناك يعني مطالبات بزيادة هذه التعهدات حتى الآن، ولكن الأطراف المتعلقة بتنفيذ هذه التعهدات لم تتوصل لحلول مرضية حتى الآن. ولكن لذلك مصر أيضا كان لها دور هام هنا. مصر وضعت أطروحة خاصة بها، مسودة خاصة بها، رؤية خاصة بها أيضا فيما يتعلق ببعض المفاتيح التي من الممكن أن تحرك المياه الراكدة، والتي من الممكن أن يعني تجمع الأطراف وتجمع الرؤى ووجهات النظر في محاولة للوصول لحلول جذرية وسريعة في نفس ذات الوقت. أيضا بعد كلمة السيد الوزير سامح شكري الآن تجتمع بعض المنظمات المختلفة، منظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات لمناقشة هذه الكلمة ومناقشة هذه الرؤية، وكيف سيتم التعامل مع هذه الأفكار، وكيف سيكون هناك آليات من الضغوط من منظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات المختلفة على الأطراف التي يعني صاحبة التأثير الأكبر فيما يتعلق بالتعامل مع التغيرات المناخية. نعم.
خصوصا هي التمويل، لان التمويل ياتي للتكيف والوصول بشكل مباشر. يعني فيما يتعلق بالاليه الخاصه بهذا التمويل، يعني الحديث عن الاليه والكيفيه والتوقيت، كل هذه نقاط في غايه الاهميه. بالطبع، ربما التوقيت هو يعني من أهم السمات التي يعني عنونت النقاشات المختلفة، لأننا الآن في وقت حرج، خصوصا في ظل التغيرات التي حدثت خلال الفترة السابقة، من يعني حتى السيد الوزير سامح شكري تحدث عنها، من فيضانات كثيرة، من جفاف في بعض المناطق. حضرنا هنا في القارة الإفريقية الكثير من الفيضانات، وفي نفس الوقت على النقيض المجاعات، وأيضا من الأماكن التي لا يوجد بها شح المياه، لذلك تناقضات في المناخ هنا في القارة الأفريقية. وأيضا في القارة الأوروبية كان هناك جفاف كبير لبعض الأنهار، الحرائق المختلفة في القارة الأفريقية، الحرائق في الأمازون، الحرائق في البرازيل، الحرائق التي انتشرت خلال الفترة السابقة، لذلك فيضانات وحرائق، مجاعات، وأيضا يعني العديد من التناقضات فيما يتعلق بالتغيرات المناخية في خلال الفترة السابقة. ولكن التوقيت هو الأهم، لذلك حث السيد الوزير سامح شكري جميع الأطراف على سرعة الوصول لحلول، لأن الآن نحن في وقت حرج كما أطلقت عليه جميع الأطراف. لذلك جاءت هذه الرؤية المختلفة بالنسبة للقارة الإفريقية، تحدثنا عنها خلال الأيام السابقة في متابعتنا المستمرة حول الوصول، في محاولة الوصول لآلية للتعاون الدولي، وخصوصا التعاون الإفريقي داخل القارة الإفريقية، للوصول لحلول بعيدا عن هذه آليات التمويل المختلفة التي تم الاتفاق عليها من قبل ولم تنفذ. هذه الآليات ضمن القارة الإفريقية، ضمن دول القارة الإفريقية، التعاون على وجود حلول بديلة وحلول جديدة وذكية وصديقة للبيئة للتعامل مع التغيرات المناخية، مثل زيادة الرقعة الزراعية على سبيل المثال، الحفاظ على الأمن المائي مما يؤثر بشكل مباشر سواء الزراعة أو الماء، على فكرة الأمن الغذائي المتعلق بالقارة الأفريقية، خصوصا أن بعض الدول في القارة الأفريقية تعاني بالفعل من المجاعات. لذلك كما ذكرتي بالفعل هي التوقيت هي النقطة الأهم الآن، الآليات هي النقطة الثانية. الآليات تأتي هنا في نهاية الأمر إلى نية الأطراف المختلفة للتفعيل الحقيقي لهذه التعهدات السابقة والتعهدات المختلفة. النية هنا تكمن في التفعيل الوقتي السريع، الوصول لحلول، التنازلات، كيف من الممكن أن تقدم هذه الأطراف التنازلات المختلفة للوصول لحلول وسط ترضي جميع الأطراف، تكمن فقط في من لديه النية في الحفاظ على الكون والحفاظ على الأرض والحفاظ على التغيرات المناخية من الوصول لهذه النتائج السلبية التي تؤثر على الدول عامة بشكل كبير وعلى العالم أجمع. لذلك كما ذكرت بالفعل التوقيت رقم واحد والآليات للتنفيذ. يعني تحدث أيضا كنا في محاولة للوصول لمفاتيح التنفيذ، ما هي المفاتيح التي من الممكن أن تشعل أو تحرك آليات التنفيذ؟ لا يوجد حتى الآن رؤية واضحة لهذه المفاتيح. ربما العنوان الرئيسي هو التمويل والتكيف، لكن ما هو المفتاح الرئيسي الذي قد يحرك الدول أو قد يحرك الأطراف المختلفة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع؟ هذا ما تحاول الدول الآن والأطراف الوصول إليه، وهذا ما وضعه على عاتقه رئيس المناخ سامح شكري بوضع هذه المسودة أو هذه الرؤية التي من الممكن أن يتوافق عليها. من وجهة نظري هي الأنسب للتوافق عليها بين جميع الأطراف. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، وبالتأكيد سنتواصل معك خلال الفترة المقبلة لآخر المستجدات.